حاجات قبل ما اختم مع حضراتكم وقبل ما اروح لاولى فقراتنا عشان ما اطولش على حضراتكم في المقدمه معلش النهارده يمكن تقارير كتير لكن عايز اختم ببعض الامور ويمكن ليا اكتر من مناشده للمستشار مرتضى منصور لو قاعد بيسمعني وقاعد بيتفرج علينا دلوقتي واتمنى ان هو يكون متفاعل معانا. قبل ما اقدم مناشدتي للمستشار مرتضى منصور زي ما قلت لكم الاسبوع اللي فات هيكون معانا فقرات كتير يوم الخميس يوم الخميس ده ان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا نعمل فيه اي حاجه مميزه زي ما المستشار مرتضى منصور وجه وطلب ووعد كل جماهير ومحللين وصانعوا المحتوى واصحاب القنوات على اليوتيوب والسوشيال ميديا من سوشيال ميديا نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك ان هيكون ليهم فقرات ثابته معانا هنا في قناتهم وفي بيتهم ان شاء الله من النهارده من النهارده هنبدا ده مع الزميل العزيز مايكل الدويري اللي هيشرفني في الفقره الاولى والفقرة الثانيه ان شاء الله معانا نجوم الاعلام واسود النقد الرياضي استاذ مصطفى الجويري واستاذ صبحي عبد السلام لكن ان شاء الله كمان تباعا هنبتدي نروح لكل فقرات وكل جماهير السوشيال ميديا نادي الزمالك هيكونوا موجودين معنا المستشار مرتضى منصور هو الرئيس التاريخي رئيس تاريخي نادي الزمالك بلا جدال ما جاش ومش هيتكرر تاني على ما يعني على ما اعتقد إن مش هيتكرر حد بشخصيه وبكاريزمه المستشار مرتضى منصور ففي بعض الحاجات اتمنى ان هو يسمعها لنا ونتمنى كمان ان احنا نكون على تواصل معاه وفي اكتر من رغبه من جماهير نادي الزمالك وبعض الامور كمان شخصيه يعني انا في بعض الجماهير محملاني أمانة المستشار مرتضى منصور إنه لازم يعمل حقيقة على يعني يعمل لنا حديقة زي حديقة فيريرا وزي حديقة كل النجوم نسمي نعمل حديقة للكابتن حنفي، كابتن حنفي بستان نعمل له حديقة داخل نادي الزمالك باعتباره أحد رموز وأساطير نادي الزمالك ومنتخب مصر في الخمسينيات وطبعا مشوار كتير فيه وله مساهمات كتيرة جدا في بطولة الأمم في الخمسينيات فيحتاج إن احنا نعمل له إن شاء الله حديقة باسمه. الحاجة الثانية ليه المستشار مرتضى منصور بقى اللي هو جبر الخواطر دايما على طول محمود شامي مستشار مرتضى لو حضرتك سامعني او انا كمان هتواصل معاك بس انا هعرض لحضراتكم حتى كمان معانا صور لمحمود شامي المشجع الجميل دوت هو طالب انه يقابل حضرتك وقابل ان هو يقعد معاك وانت زي ما قلت ان احنا في تواصل بيننا وبين جماهيرنا احنا اي حاجه من الحاجات دي هنركز عليها الضوء ونعرضها لحضرتك وانت صاحب القرار محمود شامي بيحلم ان هو يقابلك وهو محمود عنده اعاقه من ذوي الهمم لكن هو تميم تميمة لتميمة حظ الجماهير نادي الزمالك ولعيبه نادي الزمالك كلنا بنتفائل بيه محمود من لا خلونا بس مع محمود الاول لمحمد انا جاي له تاني ده برضه حاجه تانية انا هوجهها للمستشار مرتضى لكن انا بتكلم على محمود شامي ان هو محتاج ان هو طالب مني ان انا اوصل صوته للمستشار مرتضى منصور ده ما ده بالظبط كده محمود شامي طبعا يعني كل جماهير نادي الزمالك في كل مصر تعرف محمود وتعرف التزامه وتعرف أدبه ومحافظته على الصلاه حتى في وقت المباراه لو في أذان أذن محمود بيأدي فرض ربنا فحاجه مشرفه فهو له طلب عند حضرتك وإن هو كمان بيحلم إن هو يحمل عضويه نادي الزمالك ضمن نسبه الخمسة في 5% من ذوي الهمم وأنا أثق إن حضرتك مش هترد ده. اللي بعد محمود برضه مناشده تانيه لحضرتك لو سامعني محمد محارم ده مشجع بدرجه أسطوره. واعتقد الصوره مش بتكذب محمد قدام حضراتكم ده انا شخصيا انا شخصيا بدعوه لو هو سامعني ان يكون ضيفي الخميس المقبل وان شاء الله اعمل معاه حلقه علم ده حد ملهم رغم كل الظروف وبتر اليدين الا انه مصور محترف ومحتاجين نسلط الضوء على النماذج اللي زي دي وحابب اشكر زميلي مصطفى الرشيدي طبعا ابن رشيد اللي عرفني على محمد وكرمه كمان لان محمد ملهم ومشجع ومصور كمان شغال آه بيشتغل في ده، أنا بوجه لك الدعوة من هنا وإن شاء الله بإذن الله برضه استاذ هو عايز يقابل حضرتك لأن محمد ممكن برضه كمان الصورة الثانية يا جماعة لو صورته في المدرج جاهزة مع حضراتكم نعرضها لأني آه أنا فخور وأنا بشوف مشجع محمد وبشوفه وهو مصور كمان ببقى فخور يعني إزاي هو ومبتور آه اليدين وإن هو بيشتغل وبيسعى على الحلال وبيقدم حاجة تخدم آه ناديه. آه الحاجة الأخيرة اللي حابب بقول لحضرتك برضه عليها آه ده عضو بقى جمعيه عموميه في نادي الزمالك ومشجع اسمه محمد صباح عبد الفتاح ده مشجع زملكاوي من الجيزه وعضو جمعيه عموميه تعرض لازمه صحيه صعبه جدا وعمليه جراحيه في المخ بعد مباراه الوداد مع الزمالك وزمايله هم اللي تواصلوا معايا بعد فتره طويله جدا في الغيبوبه الحمد لله بفضل الله قدر ان هو يتعافى منها مؤخرا بعض الشيء فزمايله وبعد ما فاق من الغيبوبه هم عايزين محمد دلوقتي بيعمل علاج طبيعي انك يعني هم عايزين يدعموه معنويا ان حضرتك يعني تصدر امرك انه يكون موجود باذن الله يوم مباراه الاتحاد السكندري في المباراه ويفرح مع جماهير نادي الزمالك ومع اللعيبه ان شاء الله بالتتويج دي هيبقى حاجه معنويه ان شاء الله باذن الله انه يحضر محمد ان هو يحضر مباراه الاتحاد كنوع من الدعم المعنوي له ونوع من اللي ان احنا ندعمه معنويا فانا اتمنى ان المناشدات دي تكون وصلت لحضرتك من مشجعين نادي الزمالك وانا واثق في حضرتك انك عمرك ما هتتاخر وان جبر الخواطر ده انت مقبول عليه لحد هنا خلصت اول الحكايه ولسه فاضل لنا حكاوي كتير كتيره جدا